بسم الله الرحمن الرحيم. ولعات بسرعة بسرعة بسرعة. مرحبا، انا حسن الجملة. جنكي ايش هاي الالية؟ شكلولو اوب اوب اوب. طلع الرسم يا معلم. ابو الهندي جاي حيرقص كل الحي. ايوه، ما احنا اليوم في ايمج 1 كاميرا، هون ناجي قاعد بتصور، هون انا قاعد بتصور. نحط الكاميرتين قدام بعض بصير يصوروا بعض. يا جماعة هاي شادي اونر في ايمج 1 كاميرا، هو اللي عزمنا هون، جمعنا هون كلنا. طيب يا جماعة، فهون ايمج 1 يا اخوان، هاي منطقة الميك اب طبعا من اكثر المناطق المفضلة. هون يا اخوان جرين سكرين، هاي ايش بدك تصور يعني انك انت بتطير وقصص، فاهم كيف؟ هون هيك بتغير، هاي هيك بتغير لاي شيء. هذا زلمه مشهور. لا يا زلمه شو مشهور يعني؟ لا مش انت يا جماعه. هاي فرح اصغر يوتيوبر اردنيه عمرها 10 سنين. انا مكانه عمري 10 سنين ونص، كنت بحضر ابطال ديجيتال في البيت، تعمل لقاءات يوتيوب ما شاء الله. والله قد نطلع برا نشوف شو فيه. هلا والله سفاحين. جايين على مطعم من الاخر يا معلم. بلاش بدنا المنيو كامل. ليش اساس المنيو كامل؟ اسمع حسن، مش متعود على الاماكن هاي. طلع كيف حاطين المحرم. يا شو هاد؟ هاي بعرفش ارجعها بدل ما افكها. سرقها معلم، في واحد سرق شريطه من هون. مي بكاسه. طبعا احنا رايحين على الحمام تبعهم، بيقولوا انظف من الدار عندنا. مش طبيعي. الحمام مش طبيعي. بلاش اسمع. يا جماعة طلع هذا الزلمة من الحمام، أول مرة بشوف حمام بحياته. يا ناجي الحمام أنظف من دار. كل قد ما بتقدر ببلاش حساب شادي. بدي مانجا؟ لا مستعين في صديق. جيب ريد بول غالي. الريد بول ناكل حساب شادي. صحتين. إذا أنت مش مشترك في القناة انزل تحت وافقع أمك بسرعة. خلينا نوصل إيش؟ نوصل مليون بأسرع وقت. أهلا وسهلا بالشباب، معنا عامر السمهوري، أحمد القاضي حبيبي، حسن الجملة، حمود الدني، والشاب أنا هلأ تعرفت عليه ميتسن. يا هلا بيك، حياك الله. شباب اليوم التحدي أحر برجر في العالم. دقيقة الكولا كولا بالفريزر نجيبها عشان نسلك. طب هلا منجيبها. جايب أنا معاي أحر شطة في العالم. هاي الشطة درجة حرارتها مليون. لا لا أيها معلم، أنا أبو الشرطة. علي. أوف. ويا جماعة بمناسبة المليون على بومبستيك، أول واحد بيخلص البرجر اليوم رح يربح 50 ليرة. كل برجر فيها 15 نقطة. فلفل أخضر من هذا الفلفل. بس دك تحط بحق الله شف. جايبين احنا ماكدونالدز في بقلبها بيج ماك، احنا جبنا البيج ماك ورح نحط عليها أحر شطة في العالم، رح يصير عنا أحر بيج ماك في العالم. أوه هاي الماك تشيكن. بس كثير ما في كثير اول بصور اليوم. لا بسيطه هاي تشيكن، هاي بتحط عليها صوص. طعميني حبه دجاج ولا لحمه؟ نجي من غير رش. من غير رش. من غير رش بس خلاص. هذا انا بصراحه بدي لحمه. دبر لي حسن. بس خلص ايش علينا. الزلم اللي بصور هون هون. ايش بدك معلم انت؟ على قد حجمي. الله اكبر. وانا راح اخذ واحده دجاج. هاي واحده دجاج. أعراضها ايش يا ناجي؟ هاي أعراضها إسهال بعد. بس بصور. يلا يا شباب قولوا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت. هاي القطة مدى الساكن. هاي القطة مدى الساكن. ايش عم برد بتشيكن ناجتس على الفاضي. ايش كزنتي؟ كزنتي مش ضايل لك اشي؟ كزن؟ بدي خلصهم. ولا؟ كيف بياكل برجر فش فيها؟
وشو نفتحها؟ نفتحها ايش فيها؟ معلم انا برا اللعبة اصلا انا جيت عشتها انا برا بنفسه يا حاس هيك هوا بيطلع مني ليه؟ لا ليش تعيط؟ طب انت كل قاعد تتعشى ايش معلم؟ ايش معلم؟ مش قادر معدتي ولعت وحيات الله ما بمزح حمودة طبعا تعشى يا جماعة ضحي علينا واخد سندويشة فيش فيها يا حسن مش قادر معدتي تجعني خلصت انا كذاب والله يلا مبروك مبروك يا شيخ بسرعة يا جماعة أنا راح أخذ لقمة ها. شو ولا كذا؟ كذا بعيد خلاص والله ما نقدر. البوزة. قد إيش يوكل؟ يوكل ما. أنا عم بأكل. أشوف هاي فوق. بشارة. يا حيوان. أنت تعشيت صح؟ اتركها. ضرب نار الغيرة يا عم ناجي لا شو مالك قاعد قلبك؟ بحرق يلا صح معدتي من هذا هيك وانا مجنون وكان مجنون اكل انت مش زلمة يا عمي اذا زلمية في الحار لازم تكون سفاح قول معلم انا بعطيك 100 كملها عمية عمية بدي 100 بوكل عادي وين حاطين شيء عادي بوكل اسمع مش بديش ال 100 اول المغادرين ابو الصموري تمام شو انت من هون ولا من عبد الله هاي عطل من المصاصه المصاصه هاي عطل من المصاصه عند المصاصه خلي المصاصه تمك 5 دقائق خذ 100 دينار هات المصاصه خمس دقائق بس مش اليوم خليها يوم ثاني 10 دقائق وسفرة انت ومرتك على اي بلد بدك اياه 10 دقايق معك استراحة بين كل 5 دقايق انت ومرتك اسبوع على تركيا انا غزاوي بطلع لي اروح تركيا بطلع لي بعرف امسح تمك مخك مخك لازم امخك لازم تمخك 50 دينار انا بسد على نازي والله حمودي لو سمحت اكسكيوز ب 50 ليرة ما مخت برابير وما فرجي البرابير يا زلمه انت حمار يا خال الله هذا من الشطة هذا من الصوص هاي يمكن نص الجنينة احنا اللي هلأ عم بموتنا كل واحد يمكن 10 نقط مخط فيها افرق فيها خشمة خذ 50 دينار 50 دينار لا 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 عينك 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 بسرعة 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 لا نور نور الله يسلمي مسح مسح غسل بالصابون بالصابون ايمان حمار انت حمار حمار لا لا خليني انا اهرب بلاش ما يتذكر بخمسين ليرة خمسين ليرة والله بدك فيك يا نيتي هات خمسين ليرة خمسين ليرة ولا خمسين ليرة أنا هيك قدام الشباب تعدي ما في ربح على فكرة لسه في شطة على وجهك خليها خمسين ليرة روح غسل طيب هيا ها روح اغرب روح غسل خمسين ليرة مجنون هذا بيستاهل 50 دينار حمار يا زلمة حسن شو خمسين ليرة بروح عند دكتور فيه والله عن جد بنخر يكسر يعني نار وقيدي شيل تلفون بسرعة مش قادر احكي اغلق 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 مش قادر احكي والله ما انا قادر نار نار لقت لقت على السجاد انا عم السجاد احسن من خارج السجاد يا ناجي خليه خليه ليه ما اكلت سندويشتك؟ مش مستغني عن روحي واحد استغنى عن وجهه منك لإله فيش 50 دولار يا شو كيف مش 50 ليره نت والله طلعت انا ما قصدي انت بتعرف انه نازل يهرب فاسات شوف خليه 50 ليره خليه يحس بشعورك على الاقل فيها فيها
تحكي لهم شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل يا معلم؟ بدي احط وجه نجي عمان بدفع ولا لا؟ لا 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 مو النار هاي القايدة بدي ادفع لا بدي ادفع والله انا عم بصور عيني حمره فرقتها لانه بس جاي نحتفل هلا بفوزك انت الفايز هاي الحلقه بتعطي 50 ليره الف مبروك اه او لا لا مش هيك او لا اكيد اكيد كات اكيد بدك تعطيني 50 ليره يا زلمه خلينا نحتفل بعين وجهك راح تدفع لي لا حدفع قول والله والله قول والله قول والله والله لا 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 شرط عينا لا تزامير شكرا يا عامر إذا حب تعبني والله أوف الله يخزيك يا عامر ولك بتوجع أخ يا كزنتي نعطيك 50 يا زلمة هاي 50 دينار هاي الملك عبد الله هاي اللي كانت في الحصالة سمي سمي جمع 50 ان شاء الله تكون مبسوط هلا معي الشحنه قال بدك تدفع حق المكدونالدز هذا هو الفيديو لليوم سفاحين ما كان عندي فكره يلا مع عنوان بجيب مشاهدات يلا مع السلامه